وفي قطاعي الصحة تم عقد اتفاقية بين مخبر الكندي الذي تكفل بإيجار بيت لجمعية نور الضحى لمساعدة مرضى السرطان من أجل التكفل بإيواء المرضى وعائلاتهم القادمين إلى العاصمة للعلاج الكيميائي والإشعاعي. التفاصيل مع صبرين أبو عبلة وليليا داود. هم آلاف المرضى المصابين بالسرطان الذين يتوافدون يوميا إلى كبريات المستشفيات بالعاصمة، يجدون أنفسهم بين مشقتين، مشقة العلاج الذي قدموا من أجله ومشقة البحث عن مكان يأويهم. أغرب الولايات الجنوب، عندنا جيجل، عندنا با جونا، عندنا سطيف، عندنا وش نقول لك، جونا ممسيلة، كل ولايات من الكترة الجنوب. ما بيسوا ما يسيبوا شوية نباتوا. حقيقة ضروري التكفل الطبي، التكفل الطبي، ولكن لازم التكفل تاع المحيط اللي عايش فيه، والمحيط في الجزائر هو وين ترقدي، وين تاكلي، هل عندك الدراهم، هل عندك الجمعيات، وبالأخص نور الضحى راهي تواجه مدة سنوات هذه الوضعية هذيا، وكويما كما يقول الرومي سي با فاسيل. جمعية نور الضحى لمساعدة مرضى السرطان تلقت دعما من قبل مخبر الكندي لإيجار بيت للتكفل بإيواء المرضى القادمين إلى مستشفى بيير وماري كوري للعلاج. بالكراء منزل اللي يستقبلوا فيه المرضى اللي يجوا من بعيد والعائلات تاعهم، لا بريزون شارج تاعهم كومبليت، يعني الاكل، الشراب، ميم الجانب الاجتماعي، المتابعه الطبيه تاعهم، لانه كاين طبيب في المنزل هذا يتابع المرضى اللي تما. دونك هذه يعني بالنسبه للتعاون تاعنا في نور الضحى بالنسبه للمنزل ونشاطات اخرى ثانيه. مرحلة العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة تتطلب الوقت الطويل، ومكان يأوي المرضى وعائلاتهم يأتي بمثابة الأمل الذي يخفف من معاناتهم.